أهلا بكم من وطن مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار نستهلها وإياكم بأهم العناوين. الكاظمي يجدد التأكيد على تهيئة كافة مستلزمات الاقتراع اللوجستية والأمنية، والبعثة الأوروبية تعلن رسميا بدء مهامها في الشأن الانتخابي. المفوضية تعلن الاستمرار بتوزيع البطاقات لغاية السادس من الشهر المقبل، وتحرم مرشحة من المشاركة بالانتخابات لاتهامها بشراء بطاقات. متسببة بسقوط ضحايا، النزاعات العشائرية تربك المشهد الأمني في أربيل شمالا وذي قار جنوبا. مع تواصل التوترات الأمنية في ديالى، خروقات أمنية متعددة في حوض حمرين وجلولة وسقوط ضحايا. أهلا بكم وهذه التفصيلات. إذ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس عن تهيئة جميع متطلبات عملية الاقتراع، فيما تعهد بإعادة المليارات المهربة. وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء: لم يتبقى على إجراء الانتخابات سوى 3 أسابيع، وقد هيئنا جميع متطلبات عملية الاقتراع وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي، مبينا اتخاذ إجراءات مهمة لدعم المفوضية في اجتماع المجلس السبت الماضي وتوفير كل المستلزمات وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية. وقد أضاف أن الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها، مجددا الدعوة لجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب، ذلك الوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري، لأن بلدنا وشعبنا يستحقان. هذا ومن جهته أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الانتخابات المقبلة مهمة للعراقيين، ويجب ضمان أقصى درجات النزاهة لتكتسب المصداقية والشرعية. وقال برهم خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون أن الانتخابات المقبلة مهمة للبلاد، مشددا على ضرورة تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين. وقد أضاف أن مدونة سلوك الانتخابي التي وافقت عليها القوى السياسية أكدت على ضرورة إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات. وقد أشاد صالح بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية، مضيفا أن منظمات وشبكات المراقبة المحلية والدولية لها دور مهم في ضمان نزاهة الانتخابات ومنع التزوير.
وفي هذا الإطار أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي رسميا البدء بتنفيذ مهامها المكلفة بها بالعراق، مشيرة إلى أنها ستراقب العملية الانتخابية ولن تتدخل فيها. وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون أن الفريق الأوروبي جاء بدعوة من السلطات العراقية ومفوضيات الانتخابات، وأن عملها بدأ فعليا، مشددة على التركيز في تأمين العملية الانتخابية. وقد أضافت أن 12 مراقبا وصلوا فعليا وهم على تواصل مع الجميع، وأن 80 شخصا آخرين من الاتحاد سيتواجدون في يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأن يكون مع الشعب العراقي ومراقبة الانتخابات لضمان انطباعها مع المعايير الدولية والقانون العراقي والمعاهدات الدولية، وليس على معايير مفوضية من الاتحاد أو مفروضة من الاتحاد الأوروبي. هذا وكان رؤساء وممثلو القوى السياسية قد وقعوا على وثيقة السلوك الانتخابي بحضور رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي. أكد ذلك بيان لرئاسة الجمهورية، أكد أن فيه ذلك تم خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة. ضم كذلك رئيس أعضاء مفوضية الانتخابات والممثلات الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، موضحا أن الوثيقة مقدمة من رئاسة الجمهورية وتهدف لوضع أسس تضمن سلامة الانتخابات ونزاهتها وتجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للانتخابات وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص. هذا وقال صالح خلال كلمته في اجتماع التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي أن هذه الانتخابات مفصلية وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكرا من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وأضاف صالح أن العملية الانتخابية تمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار والتصحيح الحقيقي، مشيرا إلى أن الوثيقة تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية مثل استخدام المال السياسي وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها. الغرض من هذا الاجتماع هو التأكيد على مدونة السلوك الانتخابي، ونحن مقبلون على هذا الحدث الكبير ألا وهو الانتخابات المبكرة في 10/10. هذه الانتخابات مفصلية وتاريخية، وهناك قرار وطني عراقي لإجرائها مبكرا من أجل تلبية استحقاق وطني كي يتم المباشرة بتجاوز الأزمة السياسية التي ألمت بالبلد خلال الفترات الماضية، وإن شاء الله ستكون انتخابات وحدثا يؤدي بنا إلى الانطلاق إلى ما هو مطلوب له وهو إصلاح جذري في شؤون بلادنا وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لمواطنينا. من جهته أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمته خلال اجتماع توقيع وثيقة السلوك الانتخابي أن لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، وأن الوثيقة مهمة وتستحق الدعم الكامل.
وقال الكاظمي خلال اجتماع توقيع قادة وممثلين القوى السياسية على مدونة السلوك الانتخابي أنها وثيقة مهمة يجب على الجميع الالتزام بها والتعاطي مع نتائج الانتخابات بحسنية، مضيفا أن الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه مفوضيات الانتخابات. هذه الوثيقة أعتقد وثيقة مهمة جدا، ووثيقة تستحق الدعم والإسناد، وهذا نسميه وثيقة الضمير أكثر ما هي وثيقة تنفيذية، لأن وجود مفوضية والقضاء باتخاذ إجراءات ما أعتقد ممكن، نحتاج تسويق أو تخريجة دستورية ما موجودة، ما نقدر، ولكن في الحقيقة وثيقة الضمير يجب أن نلتزم بها جميعا. شو عندنا خيارات غير الانتخابات؟ ما عندنا أي خيار آخر، خيارنا الوحيد هو الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائج الانتخابات بحسن نية. هذا وقد كشفت مفوضية الانتخابات عن موعدها المحدد لإيقاف توزيع البطاقات البيومترية الجديدة على الناخبين تمهيدا لإجراء الاقتراع العام في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل. وذكرت مساعدة ناطق الإعلام في المفوضية نبراس أبو سودة أن المفوضية ستستمر بتوزيع البطاقات البيومترية الجديدة للناخبين في عموم المحافظات لغاية 48 ساعة قبل موعد التصويت الخاص، مبينة أن التصويت الخاص سيجري يوم 8 تشرين الأول، وعليه تستمر المفوضية بتوزيع البطاقات لغاية يوم 6 تشرين الأول 2021. هذا وقد قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء المصادقة على المرشح أشواق فهد عبودي الإغراري وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع. وذكر الناطق الإعلامي للمفوضية في بيان أن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر إلغاء المصادقة على المرشح أشواق فهد عبود الغريري وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع، مضيفا أن ذلك لوجود دعوى جزائية ضدها عن قيامها بشراء بطاقات لناخبين. وقد أضاف البيان أن القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر. هذا كما أبدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل رفض الكرد لمقترح تأجيل الانتخابات في المحافظة لمدة أسبوع واحد. وقال حاج عادل أن هذا المقترح يتعارض مع القانون والدستور والمنطق ولا يمكن تنفيذه أبدا، مضيفا أن مطالب نزاهة الانتخابات يجب أن تكون عبر تكثيف المراقبة من الجهات الدولية والمحلية لضمان عدم التزوير. هذا وإلى ملف العلاقات الخارجية، تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشيدا بقرار إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجددا في العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أنه استقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق السيد إيريك شوفاليه وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخصوصا الاستثمارية والاقتصادية والثقافية. هذا إضافة إلى التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب. وقد أضاف البيان أن اللقاء بحث متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها. هذا وقد كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهاني عن تفاصيل أكثر لقاعدة للجيش التركي تقع في محافظة دهوك شمالي العراق. وقال ورهاني أن القاعدة تقع بناحية كاني ماسي بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، هذا وتضم حوالي 2500 مقاتل بالإضافة لقاعدة جوية تنطلق منها الطائرات الحربية لتنفيذ عمليات القصف على الأراضي العراقية، مضيفا أن القاعدة تعتبر أكبر قاعدة للجيش التركي في العراق وتضم معها مختلف الأسلحة المتطورة وتتصل بها نقاطا وربايا عسكرية منتشرة داخل القرى وسفوح الجبال والشريط الحدودي، كما تضم عناصر مخابراتية.
هذا وقد أفاد مصدر أمني بإحباط هجوم صاروخي استهدف معسكر للأتراك شمالي العراق. وقال المصدر إن قوة من الجيش تمكنت من إحباط هجوم صاروخي استهدف معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه قوات تركية شمال شرقي الموصل بمحافظة نينوى، مضيفا أن ذلك جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لاستهداف المعسكر، وتم على إثرها تحديد المكان وضبط 8 منصات صواريخ النوع جراد. هذا وبدعوة من مجلس التعاون الخليجي، يشارك العراق في اجتماع لوزراء خارجية المجموعة يعقد في العاصمة السعودية الرياض. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير فؤاد حسين وصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، مضيفة أنه من المؤمل أن يناقش الوزراء العديد من القضايا التي تعنى أو تعني المنطقة الخليجية والمحيط الإقليمي. وقد أشار البيان إلى أن الوزير حسين سيلقي الضوء على الأبعاد المستقبلية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وانعكاسه على العلاقات الخارجية والوضع السياسي والأمني في العراق، مضيفا إلى أن الانتخابات المبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة. وقد أوضحت الخارجية أن مباحثات حسين في الرياض ستركز على العلاقات الاقتصادية والتجارية ودور شركات الاستثمارية الخليجية، إضافة إلى مسألة الربط الكهربائي. هذا وقد بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان أن حسين التقى البوسعيدي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مضيفا أن الطرفين بحثا الأمن الإقليمي وانعكاساته على المنطقة، كما تطرقا للعلاقات الثنائية وسبل دعمها تحقيقا لمصالح البلدين الشقيقين. هذا وقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عن آخر تحضيراتها لإجراء التعداد السكاني، مشيرا أن هناك توجها حكوميا لتخصيص مبلغ من موازنة العام المقبل للتعداد السكاني. وقال رئيس الجهاز ضياء عواد أن هذا التوجيه يعد قوة دافعة لتنفيذ أعمال التعداد، مشيرا إلى تجاوز أهم المعرقلات. وقد أضاف عواد أنه في حال وجود ظروف مواتية فسيكون هناك بيان من وزارة التخطيط لإعلان الموعد الجديد لإجراء التعداد السكاني، مشيرا إلى وجود تحضيرات لتهيئة البنى التحتية كالأجهزة الدقيقة من سيرفرات وأجهزة تابلت واختبارات لبعض التجارب القبلية في بعض المحافظات، لأن التعداد سيكون إلكترونيا وبجهود ذاتية من قبل الجهاز المركزي للإحصاء. هذا وقد حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية من توقف معامل الأسفلت ومعالم الطابوق في العراق بسبب رفع سعر مادة النفط الأسود بقبل وزارة النفط. وقالت عضو اللجنة النائب زيتون الدليمي أن اللجنة ستعقد اجتماع مع وزارة النفط لبحث قضية ارتفاع سعر مادة النفط الأسود ومناقشة الكثير من إجراءات وزارة النفط التي وصفتها بأنها ضارة وعائقا أمام نمو القطاع الخاص، مذكرة بأن معامل الإسفلت والطابوق وفرت الكثير من فرص العمل فضلا عما تقدمه من منتج محلي، وطالبة وزارة النفط بإعادة النظر في قراراتها التي تضر بالاقتصاد. هذا وقد أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار تشغيل الوحدة الأولى لمحطة كهرباء عكاز الغازية بطاقة 125 ميجاوات.
وقالت في بيان أنه تم البدء بتنفيذ أعمال شبكة القائم للطاقة الكهربائية التي كانت العائق الوحيد أمام تصريف الأحمال وإيصال الطاقة الكهربائية لمحافظة الأنبار، علما أنه تم إيصال الغاز إلى محطة من شبكة الغاز الوطنية. قد أضاف البيان أنه سيتم إكمال أعمال شبكة نقل الطاقة في أسرع وقت ممكن لغرض زيادة ساعات التجهيز في المحافظة. هذا وإلى بغداد، إذ تظاهر العشرات من ذوي السجناء الذين قدموا من مختلف المحافظات مطالبين مجلس النواب والحكومة بإقرار قانون للعفو العام لإنقاذ أبنائهم الذين تم الحكم عليهم بناء على تقرير المخبر السري سيئة الصيت وفقا للمتظاهرين. اللي بتلطخ ايده بدماء العراقيين من داعبي، احنا نداعب أبنائنا الأبرياء وفتح ملف المغيبين. هاي العوائل لديها آلاف من الأبرياء دمائهم في السجون، بالإضافة إلى أنه الوفيات في السجون اليوم، الوفيات بكثرة في السجون، فإحنا نطالب بإطلاق سراحهم فورا فورا. هاي عوائل السجناء جاية من المحافظات، من المحافظات العراقية، تناشدك بعطفك الأبوي والعطف الأخوي أنه انتشار الأمراض في السجون، منها وباء كورونا ومنها مرض التدرن والصدفية والجرب وقلة الأدوية وسوء الطعام. هاي العوائل الطالبك طلب أبوي، طلب أخوي، إنه تنظر لهاي العوائل اللي قادمة من المحافظات العراقية بإطلاق سراح أبنائهم. أنا أم عندي شهداء خمسة، وزوجي توفى صار له 30 يوم وما شايف ابنه صار 6 سنوات، وست سنوات بتدرن اهمال صحي بالناصريه، واني ام بس هالواحد عندي، والشهداء عندي خمسه وابوهم السادس راح، بس بقيت وحدي عند اختي قاعده، وانا عندي سجين بالدفاع كان وراح بالرشدين. اطالب من الحكومه، من السيد برهم صالح، من الحلبوسي، من الكاظمي، اطالب بالعفو العام. ما عندي بس هذا المعيد عندي، ما عندي احد بعد، ما عندي احد. اطالب من كل شريف وكل خير، ونطالب مثل بقيه الدول تتعفو، احنا صار سنين ما عندنا عفو. ابني راح بالرشدين، بس هالواحد عندي، ما عندي غيره، وخمسه راحوا من وراء التفجير مال الارهاب مال 2013 المشتل، والاب هسه راح قهر ابنه لا شايفه ولا اول، وحتى ما سامع صوته صار 6 سنين وبي تدرن. يا كاظمي كافي عاد عفو، تدمرنا احنا، كان الشهيد القبل الواحد مقدر بزمن صدام، ايش بيكم انتو؟ شكرا. ابني خذوا كل شيء ما عنده، هي حبايه حبايه ما عنده، عندي شهود المفرزه اللي اخذته، وعندي تسجيل مكالمات، وعندي صوتيات، وهم المفرزه نفسيتهم قالوا نشهد، بين حيدر من خذوه كل شيء ما عنده، من التعذيب خلوه حتى اعترف علي انا. هذا وإلى محافظة البصرة، إذ تظاهر المئات من شريحة العقود التابعين لكهرباء الجنوب مطالبين بتحويلهم على الملاك الدائم. التظاهرة شهدت حرقا للإطارات وغلقا للأبواب ودوائر مديريات الكهرباء في البصرة كإجراء تصعيدي بعد أن امتنعت وزارة المالية بتنفيذ القوانين النافذة. أرقوا الإطارات وأغلقوا الدوائر والطرقات، موظفو الكهرباء العاملون بصفة عقود يطالبون بالتثبيت وتحويلهم للملاك الدائم من خلال تظاهرة كبرى انطلقت في البصرة. خدمتنا 15 و16 سنة، وهاي الخدمة قضيناها من أجر وتحولنا عقد بال 2019، وكنا من راتب 90 إلى حد ما صار هسه تقريبا 360 ألف. احنا عندنا فقرة، والفقرة واضحة، فقرة 61 ألف، واضحة كلش واضحة على مود تثبيت العقود. زين احنا نقول شنو ذنبنا اللي صار لنا 15 سنة ما بتثبتين؟ هذا مو ذنبنا. خصم الحكي، هاي المقدمات كلها ما تفيد، 24 نائب عندنا بالبصرة واربع وزراء فاشلين، والعراق تحكمه مرة طيف سامي، وهذول النواب وبضمنهم هاي العلوية تحكي ما يسوون شيء وما حد يقدر يوصلها، لأن هاي خالها الأمريكان. هذا خصم الحكي، وقضيتنا يوم طيف سامي، لا كاظمي لا وزير كهرباء، احنا ضمننا بالموازنة ومجلس النواب كله وافقت علينا، ظهر شغلتنا يوم طيف سامي.
15 عاما ووزارة المالية تستمر بإجراءاتها التعسفية بحق شريحة العقود، على الرغم من حصولهم على مادة قانونية تمكنهم من التحول على الملاك الدائم. مجلس النواب وافق على القضية مالتنا، احنا ناس مظلومين، يعني جماعتنا العدها واسطات تحولت عقود وثبتوا، احنا تسيست شغلتنا، يعني عافونا اجور، هالنوب حولونا ب 2019 وصارت الموافقة من مجلس النواب وصوت عليها ونشرت جريدة الوقائع العفو وماكو اي يعني خلل بيها، تجي ست طيف توقف الفقره مالتنا ما نعرف شنو السبب. انتلت وتعوقت وكل شيء ما حصلت من الدوله. قابلت المدير قال لي ما لك حقوق، ليش يابه؟ كنت اجر يومي. يعني كل شيء ما الي. ليست هي التظاهره الاولى لشريحه العقود التابعين لكهرباء الجنوب. روتين الوزارات وبيروقراطيه الدوله جعلتهم ينتظرون ل 15 عاما. لعل القوانين تنصفهم وتحولهم إلى موظفين يتمتعون بالحقوق والضمانات. إيهاب نجم، قناة وطن، مدينة البصرة. وفي البصرة أيضا إذ تعيش منطقة قرمة علي وضعا خدميا مترديا وسط إهمال مستمر من الجهات المسؤولة، فيما يطالب السكان الحكومة بالاهتمام في المنطقة وإعادة النظر في إجراءاتها الخدمية المتلكئة. إيهاب نجمة ومزيد من التفاصيل. هؤلاء الشباب يصلحون ما دمرته الشركات العاملة في مجال البنى التحتية لمنطقتهم. منطقة قرمة علي هي الأخرى التي تعاني من تلكؤ مشروعها الخدمية، ما تسبب بهلاك شوارعها العامة. بالنسبة لهذه المنطقة هي تحت إنشاء وإعمار شركة سهل العراق. هذه الشركة تلكأت بالعديد من مشاريعها بعموم المحافظة، ولا نعلم ما هو سبب سكوت المحافظة وبالخصوص المحافظ أسعد العيداني على هذه الشركة. هناك الكثير من المساوئ في عملها بالنسبة في الأزقة والفروع والشوارع العامة، وهذا ما ترونه أمامكم هو أحد تلكعات الشركة في تنفيذ مهامها من تبليط. المفروض الحكومة هي ترتب الشوارع، مو العالم من جيبها وترتب وتسوي طسات، قاعد ندفع احنا طرق وجسور، قاعد ندفع فلوس وياخذون من عندنا وصل وياخذون من عندنا مالت هيئه وكل شيء ياخذون من عندنا على السيارات. واي اعمار ماكو، اعمار كلش قليل، هاي العام قاعد تشتغل بديها طسات الحفر، انعم الله عليهم. والله مو بس محافظه البصره، كل المحافظات هي نفس الشيء، ماكو واحد قاعد يشتغل، كل واحد يشتغل جيبه، هاي العالم ما حد بديها قاعد يسوي طسات العالم، سووا لهم شارع واحد هم ياخذون يوميا مليارات من الوادم، من هالسيارات هاي اللوريات والقلابيات والكيات. بعد ان تخلت الحكومة المحلية عن واجباتها بتوفير الخدمات ودعم المناطق المنكوبة، يقوم سكان هذه المناطق وبجهود شخصية بترقيع واصلاح مخلفات الدمار والخراب الذي ساد ارجاء مناطق قرمة علي. والله شوفوا شوارعنا، الله يطلع هالي جاي يسوي بيسمنت، يعني هاي شوارع بشرفك؟ شنو احنا ما تقول لي؟ ها؟ وين حكومتنا؟ حكومتنا وين؟ بس للبوق بس محافظ، احنا نقول عن المحافظ ونشاهد المحافظ على هاي الشوارع، الاهالي جاي يسوي تراب، الزوار كلها ميته، شوف الزوار كلها ميته من التراب، حكومه ماكو، كلهم بالبوق ملتهيوا بالتسليم. لا تزال مناطق البصره تعاني من هدر كبير باموالها من خلال احاله اغلب مشاريع البنى التحتيه الى شركات متلكئه وغير رصينه، مهمتها تدمير الشوارع وتخريب ما تبقى من خدمات في المنطقة. إيهاب نجم، قناة وطن، مدينة البصرة. وهذا ختام للنشرة مشاهدينا، وتذكير بأهم العناوين. الكاظمي يجدد التأكيد على تهيئة كافة مستلزمات الاقتراع اللوجستية والأمنية، والبعثة الأوروبية تعلن رسميا بدء مهامها في الشان الانتخابي. المفوضية تعلن الاستمرار بتوزيع البطاقات لغاية السادس من الشهر المقبل، وتحرم مرشحة من المشاركة بالانتخابات لاتهامها بشراء بطاقات.
متسببة بسقوط ضحايا. النزاعات العشائرية تربك المشهد الأمني في أربيل شمالا وذي قار جنوبا. مع تواصل التوترات الأمنية في ديالى، خروقات أمنية متعددة بحوض حمرين وجلولة وسقوط ضحايا. شكرا للمتابعة وإلى لقاء آخر.